السلام عليكم. تقنيات البناء والإعمار، هذا هو البرنامج اللي يقدم الشركات والمؤسسات الصناعية في قطاع البناء والإعمار. شركات متميزة ومتألقة وفعلة بقوة في المشهد الاقتصادي والصناعي في بلادنا. شركة تكنو ريدو إيطاليا، من خلالها باش نتعرفوا على مراحل صناعة الستائر والتقنيات العالية اللي تمر بها. تكنو ريدو إيطاليا شركة صنع الستائر، تقنيات حديثة وآلات متطورة ومهارات كبيرة، والأكثر من هذا صنع فيها برشا إليغانس وجمالية وفنيات رائعة. من أجل أكثر معلومات نشوفوا مع بعضنا هالتقرير. في برنامجنا اليوم تقنيات البناء والإعمار، اتصلنا بالسيد وكيل الشركة سي بالأحسن العامري، يحدثنا ويعطينا بعض التوضيحات عن الشركة تكنو ريدو إيطاليا. مرحبا بكم. شركة تكنو ريدو إيطاليا شركة متواجدة في السوق التونسي عندها 20 سنة. الاكتيفيتي متاحة برانسيبالمون هي صنع وترويج وتركيب الستائر بأنواعها. شركتنا بطبيعة موجودة كما ذكرنا عندها 20 سنة، تمس كل القطاعات في مجال الأعمار بطبيعة، كإدارات عمومية وإدارات خاصة، محلات تجارية وإلا منازل. شركتنا بتعديد الاختصاصات في مجال الستائر، بطبيعة الحال عندنا برشا أنواع للستائر، نذكر منها الستائر العمودية كما المثال الموجود هنا، وعندنا المثال نسميه ستور فينيسيان، وعندنا لي ريدو رولو، عندنا زاد لي موستيكير، وعندنا لي ترانجل بطبيعة الحال بتاع ستائر. سي بالحسن العامري، لو تحدثنا على مدى قبول المواطن التونسي بصفة خاصة لمثل النوعية هذه متاع الستائر. والله الذوق العام حاليا في تونس قاعد يتطور ويتبدل وقاعد يتماشى مع الوقت، ولو انه يقعد الحريف الاكثر اقبال على نوعيه الستائر متاعنا هي الادارات العموميه والا الخاصه، المحلات التجاريه، وتوا حاليا دخل البرودوي متاعنا للمنازل. وفيما يخص النوعيه متاع الستائر والتعدد البرودوي والتطور في البرودوي اللي نخدموا فيه، احنا الشركه معناتها منذ 95 وقت دخلت للسوق دخلت بدوز ارتيكل برك، اللي هما الستور فيرتيكال اللي هو هذا قماش، وستور فينيسيان اللي هو اونلام الومنيوم سوبل. فيما بعد غصنا اكثر في البرودوي وبحثنا على تطوير المنتوج هذا، شفنا فماشي شركات ام دي ميزون مير عندهم دي ريشيرش في لي برودوي، وفعلا توصلنا مثلا باش نخرجوا من الموديل هذا اللي هو ستار عمودي قماشي فقط للستور الفيرتيكال اون بي في سي، تطور ستور فينيسيان اون لام الومنيوم ولا فما ستور فينيسيان اون بوا، تطور الريدو رولو اللي هو بالقماش ولا رولو دوبل. باش ناخذوا على سبيل المثال مراحل صنع الارتيكل اللي عندنا اسمه ستور فينيسيان. دونك الريدو هذا نبداو المرحله الاولى، ناخذوا المسطره نتاع الريدو، بطبيعه الحال فيه الوان مختلفه، كل لون عنده ريفيرونس تمركي المسطره نتاعو. مثلا باش ناخذوا احنا هذا الفير اللون الاخضر، المسطره تجينا من الميزون مير 580. دونك احنا باش ناخذوا المسطره هذه باش نتحولوا بها للطاوله هذه اللي فيها لوتياج نتاع الخدمه. تتعدى المسطره على لوتيلول هذا، تدخل في وسط الماكينه الصغيره هذه، عندنا مترو نقيسوا به قداش باش نقصوا باش نستحقوا للصنع الستار هذا حسب الطلب نتاع الحريف بالطبيعه. بعد ما تم المرحله الاولى نتاع القصان نتعداو المرحله الثانيه باش نثقبوا، يعني نحثوا بعض الثقوب التكنيك في وسط المسطره هذه، فيما بعد باش يتحطوا فيها دي اكسسوار اخرين باش يكملوا المرحله نتاع صنع الريدو هذا.
المرحلة الثانية بتاع الصنع هي اللام اللي هو من الألمنيوم اللي باش يكون الريدو. دونك هذا هو الماتير بريمير نتاعو. دونك ناخذ بوبين كاملة نتاع الألمنيوم تتحط بالطريقة هذه في وسط الماكينة هذه اللي هي أوتوماتيك. يخرج اللام عنده سيركوي معين باش يدخل في وسط الماكينة يصير سكون أبل لو بومباج. فما عملية نتاع تقويس اللام هذا اللي هي باش تعطي جمالية فيما بعد للسيتار. في التابلو دبور لهنا باش نعينو قداش من اللام باش يستهلك السيتار هذا بطبيعة الحال حسب الارتفاع نتاعو سويفون لوتور. المرحلة اللي ما بعد هي طريقة النسج نتاع الإلام هذوما في وسط إشال من الخيط. يتنسج الريدو الكل هنا في وسط الإشال هذا. فيما بعد نمشي للمرحلة نتاع تركيب باقي الأكسسوار. المرحلة القبل الأخيرة في صنع الريدو فينيسيان هي تركيب الأكسسوار في وسط المسطرة بعد ما أحدثنا فيها الثقوب اللي نسحقوهم باش نكملوا بقية المونتاج. دونك نجيبوا لي اكسسوار ونحطوهم كل اكسسوار في بقعته حسب الثقب نتاعو. فيما بعد العامل فما طريقة تقنية في قصان الخيوط. بطبيعة الحال كل سيتار باش ياخذ الخيط واللي شال حسب اللون المطلوب. تتم العملية نتاع المونتاج على التابل دو مونتاج هذي. هذه المرحلة اللي قبل الأخرانية. نجيو للمرحلة الأخيرة نسميوها مرحلة الفينيسيون باش نتفقدوا اللي الريدو ما فيه حتى ديفو. بطبيعة الحال نثبتوا الخيوط فماش خيوط زايدة فماش أكسسوار مش راكب مليح في بقعته. نركبوا له بقيت ليزاكسسوار نتاع الفينيسيون يعني هذوما ليزاكسسوار يجوا في الأخر بكل هما اللي باش يعطيوا الكوموند للريدو باش يولي فونكسيونيل. دونك المرحلة هذي هي اللي يتم فيها الكونترول عادة باش يخرج الريدو نظيف قبل ما يتحط في اللومبلاج ويتحط في الليتاجير ويمشي للحريف. شفنا اليوم شركة متخصصة في صناعة وتركيب وترويج الستائر بمختلف أنواعها. هي ستائر غير كلاسيكية مانيبولاسيون تري براتيك ياسر سهلة. منها العمودية يعني ديريدو فيرتيكال أيضا ديريدو رولو. إيدي ستور فينيسيان هالاختصاص في صنع الستائر يبدو أنه يمس كل القطاعات مثل القطاع الخاص والقطاع العام مثل القطاع السياحي والصحي والاستشفائي والإدارات بمختلف اختصاصاتها. تكنو ريدو إيطاليا تواكب كل هذا بخبرة 20 سنة ومثابرة وعزيمة كبيرة من أجل النجاح والتفوق. تمنياتنا لكل الشركات في تونس بالنجاح والتفوق. نرجو التواصل معنا من خلال أرقامنا وعناويننا على الشاشة. تحيات كل الفريق العامل بقناة تونس العقارية. إلى اللقاء.